اوكي جايز، طبعا مثل ما قلنا حظي زباله، فانا عم صور لكم الفوت الفيد تست. طفى تليفوني. المهم جبت باور بانك، هلا عندي موعد شعر، بس احكي لكم شو صار بالفيد تست. طلع عندي بريشر من فوق ومن تحت وبالنص ما بيدق بالارض، فمشان هيك بيصير عندي وجع والبالانس يعني التوازن تبعي ما بيكون مزبوط. فعمل لي بالانس تست، اني حطيت ايدي هون وهو دفشني اوكي عشان يشوف البالانس، وقعت لقدام، وعملتها كمان انه من ورا قام وقعت لورا، فهذا بيعني انه توازني مو مزبوط. لبسني مثل قالب بينحط جوا الشوز، لبسني اياه، طبعا انا حافيه حط لي اياه هيك، قام عمل لي تست مره ثانيه، ما وقعت، ضليت ثابته. حسيت انه كثير غريب هذا الشيء، وعن جد طريقه الرجل والستريس بتاثر على حياتي اليوميه تبع الشخص. المهم انا عم بعمل شعري كمان اصاله، هاي اصول. عم نعمل بلو دراي، وطلعت الجو اليوم، طبعا انا جوا فماني شايف الجو، بس الخبر بالسفينه طلع في عواصف وهواء قوي كتير، هواء بيجي مثلا بجهه وبعدين فجاه بجهه ثانيه يعني، وكمان مطر. فهلا بدي اخلص واطلع اشوف شو الوضع، شو عم بيصير، لانه انا كان بدي اسبح، ف بس سمعت الخبر قلت خلاص خليني اعمل شعري احسن، لانه ما راح نعمل شيء من السباحه اليوم برا او اوت دور. جايز الصالون بس كتير حلو. اوكي سو هون البلو اوت بار، اوكي هونيك بنغسل الشعر، هون اظافر. اول مره بشوف رجال بصالون بيعمل اظافره. هذا عادي؟ اوكي. هونيك حدا عم يقص شعره، بس والله كثير مرتب، كثير حلو. الرجال عم تحط مناكير وبينك وبيج. اوكي في اي تريتمنت مع البلو دراي. اوكي بس هاف تو لايك تيك يور ستاف اور وايت ذات وول بي. اوكي اوكي ذن جست ذات اب ذس هير فروم ذس لاين. اوكي سايو يا basically this will have to make it more smooth on when this undried area and nice all. okay اصلا عم تعمل نفس الشيء. All good. okay, okay. So we're going to give you something so you can put it in there. okay wow well, it makes you I always prefer nice. okay حبيت فاصاله حطت. بس والله كيوت لسه ما عطاني. لا I don't have cotton. غرت انا بدي. هو مصدوم اني انا عم صور. صح انا شبهها هاي ما عرف نص الكروز. والله كيوت ما بيجي مع الهير بلو دراي باكج انه اي تريتمنت. هلا رح اعمل شعري فوليوم كالعادة، بس نشوف كيف سشوارهم. اوكي خلصت سشوار شعري، I love it. وهلأ we're gonna do the sun glow makeover. yeah. okay. makeup? sun glow makeover. makeover. just a quick one. yeah. this is a California sun glow. this okay. is mineral. okay. mineral powder. okay. mineral powder. okay. just take it. just take it. then. أصلاً نامت. Just a little bit. Sun glow. Okay. Dab over here. Then you can cover. Wait. It will make me tan. Slightly, if you want to make it look like a tan. You can get it here. Okay. That's your $49. In the $49, you will get a, this is brush free. $49. Yeah. And how long did it stay? It was like more than a year. This is sure. this part? No, I mean the. I mean like now. Oh, this one it just until unless you wash. Like, wow. Oh, just wash the wrist. Okay.
I said this is fun. No. Is it like a bronzer? Yes. Ah, oh, مثل bronzer. بس على كل الوجه. This is different. Hey, look at the difference. You can see the difference, right? Yes. So apply for this short, small amount, and you can just depending on you, like how much points do you want and how you want. بيعمل skin glowy وكأنه tan. فاسمه sun glow كأنه نحن قاعدين تحت الشمس يعني. بس كتير خفيف. You can just blend it very properly. Okay. والله فعاليات. تعرفوا انه بيناسب كل الوان البشره يعني. You can use all of your new skin area and if you want only thick area also you can just go ahead. اوكي حفرجيكم اخر شيء كيف راح يطلع. هلا انتوا شفتوا الفرق ليكم سلام. فلا بس خلص فرجيكم. اوكي يا جماعه سو هذا اللوك النهائي. مثل كاني عامله تان هيك في احمرار حلو كثير. معمول الباودر من صدف البحر يعني كله ناتشر مثل البرونزر بس اتس ناتشر. اوكي وهذا اللوك خلصنا. اوكي خلصت التريتمنت حطيت كمان ماسك الشفايف عملوا لي تحت العين عملوا لي هذا المينرال شلوا لي شعري حطوا لي ماسك. اوف الدلال الدلال اوفر. هلا انا ميتة من الجوع الساعة 10:49 10:49 هنروح ناكل وبعدين نشوف شو فينا نعمل فعاليات بهذا الجو لانه ما في فعاليات نعملها عم تمطر وفي عاصفه فخلينا نروح نشوف الجو كيف شو وضع عم بتمطر بس كثير في رطوبه وحسيت انه يعني الجو رطب من المطر I can feel it بس طلعت الشمس وانا مسشونة شعري وكان بدي اصبع شو نعمل يلا بنشوف لا مطرت مطرت منيح الارض مبلوله بس اوفر اوفر رطوبة اوفر كبست كبست واو لا 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 اح 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 واو نبل 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 يا اسمع مش طبيعي الجو واو كيف يتغير هيك فجأة تعال امشي نطلع فوق نشوف شو فيه اعتقد انه هلا شوي وخلص بنكون قطعنا الغيمه يعني هاي اخرته هون